عجبني هذا الشان وعجبني حضور المنتخب الجزائري، وان شاء الله تاعنا نحن ما دام نحن مستضيفينها يعني تاعنا نحن باذن الله. ما دام نحن مستضيفين مشجعين حاضرين بقوه يعني سي نورمال راح تكون عندنا فرصه اكثر من المنتخبات الاخرين انه نقدروا نربحوا الشان ان شاء الله. نحن خلينا نربحوا، الافضليه لينا لانه نحن المستضيفين وعامل الجمهور عامل مؤثر جدا انه نقدروا نحن نربحوا، والمنتخب تاعنا قوي ما شاء الله عليه وربحين باذن الله. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زيرتيب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.